سي مصطفى إنيش، رئيس جمعية إنرجيك الملاكمة. اليوم تنحضروا في هذه التظاهرة الدولية اللي عرفت واحد الحديث مأساوي، وهذا الشيء قدر الله أنه باش أنها توفى الوالدة ديال البطلة خديجة المرجي. المهم سيد الرئيس، تحدثنا كيفاش كانت الأجواء، كيفاش كانت هذيك، كيفاش خيمات هذيك الظروف على أو الواقع الأمس. وكنا نعرف أنه كانت البطلة خديجة المرجي أنها توجت البارح في النزال ديالها، كيفاش كانت الخبر اللي نزل شوية قاسح شوية عليكم؟ السلام عليكم. باسم جميع أعضاء والأبطال والمنخرطين ديال جمعية إنرجيك، كنقدم بعد التعازي للمرحومة الأم ديال البطلة مرضي خديجة. هذه البطلة اللي تميزت بالتحدي، لأن إنسانة اللي بدات مدة وجيزة هذه ديال 3 سنين واستطاعت تحقق ألقاب ديال البطولة، لقب ديال كأس العرش، مشات حققت كأس إفريقيا في جنوب إفريقيا، وهذا بعد الزواج ديالها وبعد لاكوشمون ديالها اللي ولدت بنية غير العام اللي فات، ومشات وجابت الشامبيون دافريك. دونك عنصر التحدي كاين عندها. أنا اللي أثر فيا هي عنصر التحدي اللي كتميز به هذه البطلة، واللي كانت الأمنية ديال الأم ديالها هي تشوفها بطلة أولمبية. وهذا الشيء علاش هي ما رفضات باش تخلى وباش تمشي في الجنازة ديال الوالدة ديالها، قالت غادي نبقى باش نحقق الأمنية للمرحومة ونطلع للبوديوم في كأس محمد السادس اللي هي كأس غالية ديال سيدنا الله ينصرو. وما غادراتش ساحة المعركة وبقات باش تلعب لا فينال ديالها اللي غتلعبها ان شاء الله اليوم. كنتمنى من الجمهور بهذه المناسبة باش يساندها باش تحقق الأمنية للمرحومة اللي هي الأم ديالها، وكنتمنى منهم باش يساندوها وإيبوليوها باش ان شاء الله تجيب ميدالية ذهبية من الألعاب الأولمبية، وتكون أول ميدالية في العنصر النسوي ولا في العالم العربي ولا الإفريقي. وان شاء الله هذا الشيء ماشي غريب على البطلة مرضي خديجة، لأن أنا متأكد 90% بان ان شاء الله المسار ديالها ديال الرياضي غادي يكون ان شاء الله حافل بالميداليات والالقاب. وهذا ماشي غريب على المغاربه وعلى النساء المغربيات. فهذا الحدث كان وقع للبطله نوال المتوكل في لوس انجلوس في الالعاب الاولمبيه وحرزت على ميداليه ذهبيه، فلما لا النساء ديال الملاكمه يعاودوا هذا الانجاز ان شاء الله بميداليه ذهبيه في ريو جانيرو. وكنتمنى هذا التسجيل هذا يبقى حتى 2016، وان شاء الله الرحمن الرحيم انا متاكد بان هذه السيده ما غتخذلش الام ديالها في القبر ديالها، وان شاء الله غادي يكون عندها الكلمه وغتجيب ميداليه من الالعاب الاولمبيه ان شاء الله الرحمن الرحيم. اسمح لي يا اخو. شكرا. تشكركم. معنا السيد رئيس وعضو ديال اللجنه المنظمه سي زكي، تحدثوا شويه على هذه الاجواء اللي عشتوها انتم مع البارح في الخبر فاش توصلت بالوفاه ديال الوالده ديال البطله خديجه المرجي. في البدايه وجهوا التعازي ديالي الحاره للاسره الصغيره ديال البطله الكبيره ديالنا خديجه المرجي، كما اوجهوا التعازي ديالي الحاره لجميع اعضاء المكتب المسير لنادي انرجيك للملاكمه، وهو نادي بيضاوي معروف في المجال رغم حدث التور، رغم قرب الانتماء ديالو للجامعه الملكيه المغربيه للملاكمه، ولكن ابان على انه نادي في المستوى واللي غادي يبين في المستقبل القريب ان شاء الله الرحمن الرحيم انه نادي غادي يبصم بواحد البصمه واضحه في هذا المجال هذا. بخصوص الواقعه اللي عشناها والمأساويه اللي عشناها ليله امس، يعني كانت فاجعة بالنسبة لنا احنا كمسيرين وكأطر ديال الجامعة الملكية المغربية للملاكمة وكأسرة الملاكمة بصفة عامة، كذلك جميع الأبطال المغاربة اللي كانوا هنا سواء منهم الذكور أو الفتيات، يعني عاشوا واحد اللحظة اللي ما يمكنش نقدر نلقى باش نعبر عليها، لأنه اللحظة كانوا كيعيشوها تقاسموا مع هذيك الصديقة ديالهم وهذيك الزميلة ديالهم، تقاسموا معها الحزن وعاشوا واحد الفتره ديال يعني كان الكل كتشوفوا من زاوية في بعض الزوايا وكيبكي وكيتالم وكيعايش مع هذيك اللحظه ديال الوفاه، ولكن انا لله وانا اليه راجعون. هذا قدر هذا السيده، يعني ماشي تقاسمات او هذه السيده رحمها الله بالفرحه ديال النشوه ديال الانتصار ديال الابنه ديالها
يعني اثر عليها، بالاضافه للمرض اللي كانت كتعاني منه، حيث انها هي كتعاني من مرض السكر وربما حتى من القصور في القلب. الامر اللي اما في كيف جرت الواقعه في اللحظه نفسها، هرعوا العين لما كان جوج ديال الاطباء من الجامعه الملكيه المغربيه الملاكمه اللي كانوا في عين المكان، وحاولوا باش يسعفوها في عين المكان ونقلوها بسرعه في سياره ديال الاسعاف، وواحد فيهم كان كيسعف فيها حتى وصلت للقسم ديال الانعاش في مستشفى ابن طفيل، وهناك التحق به الزميل ديالو الطبيب اللي هو سي محمد الفوقي الطبيب ديال عصبه الاطلس الكبير. واحد فيهم تكلف باش يدخلها للقسم ديال الديشوكاج، والثاني تكلف باش ينجز لها الملف الطبي ديالها باش تسميتو. وهي في هذه القاعه ديال الديشوكاج تم في المحاوله ديال الانعاش ديالها فرقت السيده الحياه، ونتاسف لهذه الواقعه هذه، وانا لله وانا اليه راجعون. بخصوص هذه الفاجعه نشكر السيد رئيس الجامعه الملكيه المغربيه للملاكمه السيد جواد بن الحاج والتدخل على التدخلات ديالو في هذا الباب هذا، وكذلك السيد النائب ديالو السيد اللوميني، وكذلك السيد والي صاحب الجلاله على جهه مراكش تنسيفت على المساعده والدعم اللي قدموه في هذه البطله هذه في الحين، بحيث انهم يسروا جميع الامور القضائيه والاداريه اللي كان واجب انها تنجز. فمن هذا المنبر هذا اشكرهم جميعا على هذه المساهمه ديالهم وعلى التضحيه ديالهم وعلى التتبع ديالهم، كما اشكر جميع القنوات اللي حضرت في عين المكان في المكان ديال الاقامه ديال الابطال، واللي عبروا على التاثير مدى التاثير ديالهم بهذه الفاجعه هذه. فشكرا للجميع وتعازينا الحاره للكل. سي عبور سعيد احد الاعضاء البارزين في الملاكمه، من عضو برشاد برنوثي بشاوية وردية شباب برنوثي، نتحدثوا شويه على الواقعه اللي عشتها انت عن قرب بالنسبه للبطله خديجه المرجي. بصراحه تفاجئنا واحد المفاجاه اللي هي كبيره، لانه كنا احنا في القرب ديال خديجه من تسرات، جات عند امها وعملت بالفرحه ديالها وعند نقاتها وعملت واحد الزغروته كبيره، بقات كتزغرت وحنا عشنا واحد الحاله ديال الفرح. شويه المراه بانت لينا شد واحد الانكريز، وحنا تفاجئنا تنشوفوا جا الدكتور ديالنا بسرعه، داروا لها الاسعافات الاوليه، بقاو يديروا الاسعافات الاوليه، عملوها في الامبيلونس، مشينا معها حتى للمستشفى اللي عطى الله عطاه. توفات السيده والغريب في الامر لقيناش عندها لاكارت ناسيونال، كلشي خلاتهم في الدار البيضاء، وجات مع ديك الفرحه ديال خلات الوثائق ديالها وخلات كلشي. الوقت اللي بغينا نديروا الاجراءات ما لقيناش، وهذا عبد ربي طوعت مع 12 ديال الليل انا والابن ديالها، ومشينا حتى للدار البيضاء وجبنا لها الكارت ناسيونال ديالها والحاله المدنيه، ورجعنا في نفس الوقت مشينا خرجنا مع 12 وصلنا مع 3 ديال الصباح وخدينا الوثائق ديالها ورجعنا عاوتاني حتى لمراكش، بسلمنا السلطات الكارت ناسيونال ديالها وبقينا معها ولحقنا لها المستشفى. وانا لله وانا اليه راجعون. والبطله ديالنا اللي هي حنا كنفتخروا بها ما بغاتش تمشي في الجنازه ديالها، وبغات باش تحقق في هذا الكاس ديال سيدنا، الكاس الغاليه ديال محمد السادس، بغات تحقق في هذا الرقم ديالها، وحنا بقينا معها باش نشجعوها وما بغاتش تنسحب. قالت لا انا هذا اللقب اللي غادي نربح غادي نهديه للوالده ديالتي. والسلام عليكم. سي باس باس مراد الكاتب العام ديال الجامعه الملكيه المغربيه للملاكمه، اجركم الله وعظم الله اجركم في وفاه الام ديال البطله المغربيه. المهم كلمه فهاد المناسبه الأليمة اللي عشتها التضاور الامس. وهو في احسن ما يمكن القول ديالو هو اننا نسال الله الصبر والسلوان للعائله ديالها والداويين ديالها، خصوصا ان اظهرت واحد المستوى عالي اللي كنظن ان المغاربه كلهم اللي شاهدوا المقابلات ديالها عبر شاشه التلفاز كلهم تنبؤوا لها بمستقبل الظاهر في الملاكمه المغربيه والعالميه. ولكن مع كامل هناك القضاء والقدر، وكنتمنى من الله انه يصبرها ويصبر العائله ديالها. رغم هذا فمسكينه اليوم هي خدات واحد التحدي انها بغات تلعب المقابله ديال اليوم، لان كانت اخر ما وصلت به المرحومه انها قالت لها بنتي سيري الله يسهل عليك، وبغيتك تشرفينا وتشرفي المغرب.
وهذا هو اللي خدات هذا التحدي اليوم برغم الظرف رغم هذا، وهذا تحاول أن تلعب اليوم وتحاول تهدي الجمهور واحد الانتصار آخر حقيقة. فمأساة وقعت لنا في هذا الحدث الرياضي بغض النظر عليها، هي حتى الكاتب الإداري للجامعة الملكية المغربية للملاكمة السير رضوان هو الآخر البارح تول العائلة ديالو تعرضت لواحد حادثة سير، فالابنة ديالو الآن فهي في الإنعاش. كنتمنوا من عند الله أن هو أنه نسمعوا خبر الخير حقيقة، حدثين مؤلمين في يوم واحد في عرس رياضي بهيج. فالكل أجواء توترت البارح، الكل كيبكي، كل ينوح، كل يسأل الله الصبر والسلوان حقيقة. فالقضاء والقدر وإن لله وإنا إليه راجعون، وشكرا.